الفقره دي معانا واحد من الناس الجميلة المصرية اللي أكيد كلنا بنفرح بيهم، اللي حققوا الأرقام القياسية فين؟ في موسوعة جينيس، واللي دايما بنلاحظ إن هي فيها اختلاف كمان في ممارسة الرياضة. الضيف معانا النهاردة اللي منورنا هو يعني عمل رقم قياسي، بس رقم قياسي في إيه بالظبط هو اللي هيقول لنا، بس في نفس الوقت كان في مشوار وفي تدريبات وفي صعوبات، والواحد بيقدم وبعدين على بال ما يردوا عليه، بس هو في الاخر الديت بتاعه كان سبتمبر 2021، يعني بنتكلم تقريبا من سنه. فعمر بشير يعني صباح الخير في البدايه، وحاجه حلوه جدا. وعلى فكره السيرتيفيكت او الشهاده اللي انا ماسكاها في ايدي دي مش حاجه سهله، مش شخص، مش اي حد يقدر ان هو يحصل عليها، فوراها قصه. انت منورنا وهنسمع منك بقى. والله ده شرف كبير لي ان انا اكون متواجد معاكم في قناه النادي الاهلي، استاذ كريم استاذ النهاوند. انا كنت بلعب كوره وبعدين شفت الاول. قول لنا بقى انت موسوعه جينيس في ايه بقى؟ في مهاره تنطيط الكوره باسفل القدم. استاذنك طبعا بعد الترحيب بيك، انت منورنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي وبنبارك لك اكيد. ربنا يبارك فيك. وقبل ما ندخل بقى على التفاصيل، ما تعرفنا عن نفسك وعن خلفيتك الدراسيه بالزبط. العمليه بتعمل ايه تاني؟ بعد كده هندخل بقى وهنتكلم معاك في كل تفاصيل موسوعه جينيس. انا خريج تربيه رياضيه جامعه المنيا، تمهيدي ماجستير جامعه اسيوط، سنه تانية ماجستير قسم كره قدم، تدريب كره قدم، مدرب كوره ومدرب لياقه بدنيه في جيم. يعني ده اختصاصك الى حد ما برضو. بس وبعد كده بقى ابتديت. اصل خلي بالك من حاجه، هو نفس الاختصاص بس مش لازم يبقى عندي التالنت. ازاي قدرت ان انت تعرف في تالنت؟ والتالنت دي انا مش عايزه اقف عند ان انا مثلا بوصل لارقام، لا انا عايزه اوصل لارقام توصلني في الاخر ان انا بنافس على جينيس. فخلينا نعرف منك. هو انا يعني بلعب كره قدم دي من زمان، حصل كده اصابه فما قدرتش اكمل في مجال الكوره، اتجهت للتدريب، وبعدين لقيت تحدي عالمي في مهاره تنطيط الكوره، فدخلت على الموقع وسجلت فيه، وما كنتش معرف حد، حتى الناس اللي جم حكموا المهاره ووقفوا معايا ما كنتش معرف اي حد ان انا هقدم في موسوعه جينيس. تعملها بقى عشان ايه يعني؟ ده عشان الحسد؟ لا عشان لو ما نجحتش لو ما نجحتش يعني بقى خلاص. اوكي قلقان ان انت يعني ماشي. بس الحمد لله اديك نجحت واسمك اتسجل في موسوعه الارقام القياسيه، ودي طبعا زي ما الهواند بتقول مش حاجه سهله. يعني تنطيط الكوره ايه اللي بيفرق واحد عن الثاني؟ هل عدد مرات التنطيط هي اللي بتفرق، ولا لازم انت كمان تجود بان انت تزود صعوبات معينه؟ لان احنا بنتكلم على حاجه اي حد بيحب كره قدم بيمارس كره القدم حتى ولو مش بشكل احترافي، بس في ناس ممكن تقعد. ده انا فاكر السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت في الاستوديو والله عملتها بالكعب كذا واحده. فلا فعلا السؤال ده مهم. هي المهاره دي بتبقى في خلال دقيقه بتشوف الرقم، اقصى رقم تقدر تجيبه في خلال دقيقه. الرقم العالمي السابق كان 181، الرقم الحالي بتاعي 285. طب احنا معانا فيديو يا عمر، انت جايب اي فيديو معاك؟ جايب، بعت. يا ريت نعرض كده عشان برضو الصوره تبقى واضحه لينا ولسيد المشاهدين بشكل اكبر. خلال دقيقه انت بيتم العد ليك كام عدى على باسفل القدم. معلش قول لنا الرقم مره ثانيه. 181 الرقم العالمي السابق. لا رقمك انت 285. 285 يعني انت مش مجرد كسرت الرقم اللي قبل منك، ده انت يعني عديته مستريح. 104 فرق. اوكي ما شاء الله ما شاء الله جميل. ده تكريم على مسرح المحافظه عندنا، ومن سيد مدير شباب الرياضه وعميد كليه التربيه الرياضيه دكتور طارق صلاح اللي كانوا موجودين، واستاذ موندي مدير شباب الرياضه عندنا، ودكتور عبد العزيز. ده كان لحظه التكريم، بس انا مش عايزه التكريم يا جماعه، انا عايزه الفيديو بتاعه هو. حضروه بليز عشان برضو انا عايز اشوف. بس خلال دقيقه، طب ما يعني ما بتوقعش ما بتخ يعني انا برضو عايزه اتخيل، مش عارف. كنت اديلي فتره كبيره بتمرن على الريكورد ده في خلال الزمن ده. يعني انت يعني اول مره كم تجربه عشان توصل للرقم ده؟ انا سجلت في شهر 6 وقلت لهم ان انا هكسر الرقم، لان هم مش هيرد عليا على طول، بيستنوا 3 شهور على الاقل. فقلت لهم الرقم اللي هكسره يوم 10/9 ابعت لكم الفيديوهات. قالوا لي لازم يبقى في كاميرتين، ولازم يكون في 2 حكام من الاتحاد المصري، ولازم يكون في مدرب كره قدم. فاتفقت مع الناس ان انا يوم 10 في مهاره. ايوه لا دي حاجه ثانيه، دي انا بنشن على الباسكت بس بتشوطها بال بس دي حاجه ثانيه يعني. دي
بس دي حاجه على فكره برضو ما هياش بسيطه يعني يا عمر. يا اخي انا عمال احسب، يعني انت بتقول 285 تنطيطه في الدقيقه، يعني مع بعضينا كده ست كوب الدقيقه فيها 60 ثانيه. أيوة. يعني انت محتاج تنطق اكتر من تنطيطتين في الثانيه الواحده؟ من اكتر من 4 ل 5، هو ده الفيديو، من 4 ل 5 في الثانيه. ازاي ده؟ هي ثانيه، ما هي مهاره ثانيه. الثانيه بيحصل فيها حاجات غريبه كتير احنا مش عارفين. بس مين اول واحد بعديك يا عمر اللي انت كسرت رقمه السابق؟ كان من اي بلد؟ كان لاعب اعتقد استراليا او هو ده الفيديو اصلا. بس هو طالما انا خلاص كسرت رقم بيتشال اسمه خلاص، بينزل اوكي ينزل اسمه والبلد واللاعب. واللي بيحاول يكسر الرقم بتاعك انت لازم يستنى وقت معين؟ لا، هو يبعت بس، وبس بينتظر طبعا ويشوف على الاقل 3 شهور. معلش سوري، هو ده ايه ده كده؟ انت اسمها هوت ستيبر. دي برضو تحسب من ما هي التنطيط باسفل القدم، عندي يا اما وش قدم لفوق يا اما باسفل القدم. انت عملتها كده بس ولا عملتها؟ لا، عملتها بدي. بدي؟ لا دي سهله يا شيخ، حرام عليك حرام عليك. لا مش سهله طبعا. يا نهار ابيض. ده الحكم كابتن مصطفى كامل. انا افتكرت يعني بشكل تاني بوش الرجل. ما هم في كذا كذا رقم بس دي اسهلهم. لا 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 مش سهله. انا في فيديو تاني انا بشوف، انا شايف ان هي صعبه جدا بصراحه. ده يمكن دي اصعب كمان من اللي بوش. دي اصعب، كله بينط بالوش. تكون رابط الكوره باستك في بطن الرجل واحنا مش واخدين بالنا عمر، ما ده مش طبيعي اللي بيحصل. لا بكلمك بجد والله، بص من الزاويه دي. لا حاجه صعبه قوي الحقيقه. اوكي. طيب بتفكر في ايه بقى انت دلوقتي؟ خلاص اسمك بالفعل بقى موجود في موسوعه الارقام القياسيه. واو. ايه الخطوه الجايه بقى اللي انت بتفكر فيها؟ عايز تعمل ايه؟ والله عايز يعني اكسر حاجه تاني، بس تكون برعايه. عايز اكسر حاجه يعني رقم تاني قياسي. رقم تاني قياسي، بس يكون مثلا حد يرعى حاجه زي كده، لان دي بتبقى على مستوى العالم كله. في اكتر من مهاره تاني ممكن الواحد يدخل زي فيها. ايه بقى انت، ايه اللي ممكن تكون شايف نفسك فيها في تالنت؟ في تحدي اسمه مارادونا، بعباره ان انت بتنطق برجل اليمين شمال، الفخذ يمين شمال، كتف يمين شمال، وبعدين الراس، يعني الكره تمر على ده في خلال 30 ثانيه. شوف اسرع رقم في العالم. اوكي. اسمه تحدي مارادونا. وده برضو اونلاين او بتسجل فيديو وتبعته ولا بالشروط؟ في انت عارف السنتين ثلاثه اللي فاتوا عشان موضوع الكورونا كمان في بطولات وفعاليات كتيره قوي اتلغت. كنت محظوظ انا. فالموضوع لسه مستمر يعني؟ هل هو شغال اونلاين برضه؟ شغال اونلاين، بس بالشروط بتاعتهم، يعني لازم يكون طالما في كره القدم لازم يكون في حكام من كره القدم. ابعت الكارنيه واصوره وببعته ليهم، ولما يكون ابروف ليهم بيقول لي خلاص تمام يعني. حلو قوي. طب عمر، اكيد في شباب صغير دلوقتي بيتفرج علينا، اعمار مختلفه. لما يجي شاب صغير في الاول في الاخر اكيد اي حد نفسه ان هو يتميز، فيقول لك انا نفسي انا كمان اوصل لده في اي رياضه كانت. الموضوع مش حلم للدرجات دي يعني، حتى لو كان حلم بس يسهل تحقيقه يعني، الموضوع مش مستحيل. الشاب او الشخص اللي بيتفرج علينا او الشابه اللي بتتفرج علينا تبدا ازاي؟ شخص عايز يتميز يبدا ازاي؟ يعني اول حاجه يثق ان هو عنده موهبه، بعد كده يبتدي يعمل ايه لدرجه ان هو يوصل ان ياخد سيرتيفيكت زي دي واسمه يتحط، وبالتالي انت بتزود حاجه لمصر لبلدك. ف هو يعني يحط، طالما يثق في نفسه في موهبته، ويحط هدف لنفسه في المهاره بتاعته، ويقدر ويقعد يتمرن بقى على الحاجه دي كل يوم. يعني انا الحاجه زي دي كنت بتمرن عليها يوميا لمده 3 شهور او اكتر. يوميا؟ يوميا. وبدات ب 20 عده. ب 20 عده. يعني في امل. في امل والله. بدات تدريجي يعني ولحد ما ربنا كرم. هو كان اول رقم كان 70 عده، فقلت ده سهل. استنيت شويه لقيت 181. حلو. فرحت. وفي البيت بقى، البيت عندك ايه؟ يعني عارف دايما الاهالي او مش كل الاهالي بيبقوا متفاهمين، يقول لك ده اب ممكن يبقى سبورت، ام مثلا تسبورت، وفي اب وام مبقوش فاهمين ابنهم بيعمل ايه اصلا. فانت البيت عندك كان ايه؟ ما كانوش مصدقين يعني، ما بقول لحد انا ادخل جينيس ما بكونش مصدق في الاول يعني. بس عادي، انا في البيت على كل شويه عادي اشتغل يعني. خلاص اخدوا على كده. وربنا يفرحهم بيك اكتر واكتر ويكرمك ويوفقك. انت نورتنا النهارده يا عمر. بارك عليك. شكرا جزيلا لوجودك معانا، وان شاء الله تكون معانا قريب برقم قياسي عالمي جديد باذن الله. باذن الله. طبعا نورتنا يا عمر. اشكر اهلي ووالدي ووالدتي واصحابي اللي وقفوا معايا، كابتن مصطفى كامل، كابتن محمود حسن، كابتن حسام سيد اللي صور، وكابتن محمد يحيى الحكام.
حلو جدا. احنا بنشكرك وهنروح دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل وهيكون معانا يعني صديقنا بقى، انا مش هقول ضيفنا، صديقنا كابتن ماهر همام، عشان نتكلم طبعا عن مباراه امس ومباراه الاياب، وعندنا كلام كتير جدا سواء خاص بيعني الفريق او غيره وموسيماني وغيره. خليكم معانا بعد الفاصل.